اهلا بحضراتكم مره تانيه. بما اننا بنحتفل بعيد الحب وكل الناس بتجهز الهدايا والتفاصيل الصغيره اللي كلنا بنركز فيها، احنا حابين نعمل روشته صغيره لكل مشاهدينا. يا ترى بقى ايه نوعيه الهدايا اللي بيحبها كل برج؟ يعني هنساعدكم بقى شويه، لان في ناس كتير بتبقى محتاسه في الهدايا بتاعه الفالنتاينز، بتبقى مش عارفه تختار ايه بالظبط، او فده ممكن يساعدها شويه. يعني شوفوا البرج اللي قصادكم اللي هتجيبوا له هديه ايه هو، فده اللي هنعرفه، لان طبعا كل هديه هتبقى حسب طبيعه الابراج ومين اكتر كمان الابراج حظ في شهر فبراير اللي هو شهر الحب. ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي معانا على التليفون، دكتور رئيف رائف خبير الابراج. اهلا بيك، صباحك صباح الورد. صباح الورد يا انس يا مها، اهلا بيك. عايزين الله يا رب. يعني هابي فالنتاين طبعا لحضرتك، وعايزين ميديا هابي فالنتاين يا رب، وعايزين نعرف ايه اكتر الابراج اللي هتبقى حظها حلو في شهر فبراير اللي هو شهر الحب. تمام. حاليا في الزهره موجوده في برج الجدي، طبعا هي اللي بتدعم حاليا الزهره في برج الجدي، البرج الترابي، يعني هو من الابراج الترابيه وممكن يتاثر فيها الابراج التور والعذراء والابراج طبعا المائيه، بسبب ان الزهره اللي موجوده في برج الجدي الشهر ده، وممكن يعني مش هتكمل مع الشهر، هتنتقل بعدين الزهره لبرج الدلو، يعني هو بين الجدي وبين الدلو هيكون الزهره موجوده الشهر ده، يعني الشهر هيكون مميز كمان لبرج الدلو والابراج النارية والهوائية كمان. طب ايه الابراج اللي حظها ممكن يكون مش حلو؟ هو حاليا ما فيش انه شيء حلو، يعني مش حلو، بس لكن الابراج اللي هتكون اقوى هي الابراج الترابية، وممكن بقى فترة شوية كده قريب هتنتقل الزهرة للدلو كمان هتدعم الدلو، يعني ما فيش حاجة معينة للابراج اللي ممكن تكون صعبة أو كذا يعني. طيب دكتور، فيما يخص الهدايا بقى، يعني هل مثلا في ناس كتير بتبقى محتارة في الفالنتاين ايه الهدية اللي تجيبها، هل كل برج بتناسبه هدية معينة او بيفضل نوع معين من الهدايا؟ طبعا، يعني في ابراج ممكن مباشر زي برج الحمل، يعني برج الحمل ممكن يكون يناسبه حاجات مكان اماكن، يعني يطلع فيها اماكن نزهة او اماكن فسحه، هي هتكون مناسبه له لبرج الحمل هديته، يعني انا او رحله رومانسيه هتكون مميزه لبرج الحمل. اذا بنحكي على برج الثور، برج الثور بيناسبه حاجات زي الحلويات، ممكن هدايا زي الحلويات او العطورات، يعني ممكن تكون تناسب برج الثور. يعني بيحب الاغراض برج الثور الجميله، يعني ممكن يهتم فيها اكثر بتناسبه. ممكن نيجي على برج الجوزاء، الجوزاء حاجات اللي شيء تتعلق بالهدايا زي التليفونات الموبايلات ممكن تناسبه لبرج الجوزاء في الهدايا عيد الحب، او جهاز تكنولوجي ممكن. على الجوزاء مكلف قوي كده كده البادجت عدت بقى. طب وبرج العذراء عايزين نطمن يعني. ان شاء الله. حاضر حاضر، لان الجوزاء هو كوكب عطارد، ممكن يكون يعني يحب الحاجات الالكترونيات او التليفونات زي ما يعني قلت يعني كده. بنيجي على السرطان، السرطان بيحب يعني ممكن واحد يجيب له هديه زي الديكورات، زي حاجه هدايا بمعنى زي البومات صور ذكريات، حاجات في الذكريات او كده، او يعني حاجه اثريه يعني تكون مميزه كده موجوده في البيت، يعني غلبان ده. غلبان مش مكلف خالص. نعم، يا ريت الناس كلها سرطان. نعم، برج الاسد ممكن يناسبه الحاجات ده الاسأل بقى، برج الاسد المجوهرات، يعني المجوهرات او الملابس ممكن السمينه او نظارات شمسيه، يا دي اللي ممكن تكون تناسب برج الاسد. ده عايز حقه ناشف ده. ده يعني ده هيضيع حقه ابدا. ده الاسد يعني حاجه زي الذهب. يعني احنا ننصح اي حد يعرف حد برج الاسد يتخانق معاه اليومين دول عشان ايه يقرب من يلحق بقى، لانه كده ينفد بجلده. ايوه ينفد بجلده عشان الهديه تقيله. اكيد برج العذراء هيكون عنده الحاجات اللي ممكن يعني يستفيد منها، يعني حاجات زي الات رياضيه، اجهزه رياضيه او ملابس رياضيه او مستحضرات التجميل بتاع البشره، يعني ممكن تناسب برج العذراء. يعني او كتب، يعني كتب بيكون قصص كده ممكن تناسبه لبرج العذراء. انا فعلا يعني بحب الميك اب وبحب الكتب جدا. طب حلو قوي. إيه خلاص حلو. سبحان الله. ده بالظبط. نرجع برج الميزان، بيحب الحاجات اللي ممكن الملابس العصريه، الملابس الحديثه المودرن كمان. ممكن يكون مستحضرات التجميل كمان. وفي حاجات يعني ممكن نقول يعني يقعد بحفله او مكان حفله او كده يعني. طب البرج برج الحوت بقى، يعني ده البرج اللي غنى له عمرو دياب يعني هو. طب تمام، يعني هنحكي على برج الحوت. برج الحوت طبعا الهدايا بتناسبه برج الحوت، يعني شيء يتعلق بامور فنيه،
يعني كآلة موسيقية أو حاجة كده، أو شيء من يعني يتعلق بأنواع السمك الزينة، ممكن يكون حاجات كده وحاجات فنية، يعني زي ما قلنا آلات موسيقية أو حاجة فنية تكون مناسبة لبرج الحوت طبعا. بنيجي على برج الدلو، يعني إذا نرجع بقى كمان برج الدلو هيكون الهدايا بتناسبه شيء القطع الكلاسيكية، يعني حاجة بالكلاسيكية زي ممكن مجوهرات كمان او قطعه تمثال صغيره حاجه كده كمان. خلينا في البلاستيك احسن. بلاش المجوهرات دلوقتي. تمام. الجدي كمان ممكن يناسبه في بعض احيان الجدي، يعني حاجات ممكن نقول انتيكات كمان، حاجه بالانتيكه القديمه او الهدايا في مختلفه، يعني ممكن تكون ما تفرقش، يعني حاجه اي هديه مختلفه لبرج الجدي ممكن تناسبه كمان برج طب الجدي. طب برج القوس بقى، ما جبناش سيره برج القوس. نعم القوس يعني يعني حاجه يعني في فسحه ممكن نقول فيها في الهواء الطلق، ممكن يكون زي الطيران زي حاجه كده، يعني سفريات ممكن تناسب برج القوس حاجه كده شبيه للحمل شويه مش كده؟ يعني تقريبا للحمل، قريب للحمل كمان صحيح. بنيجي على برج العقرب، يعني العقرب ممكن نقول ده اخر برج بعتقد، كمان يعني حاجات برفن كمان قريب لبرج الثور، او حقيبه، يعني حقيبه حلوه ستاتيه، يعني زي ما بيقولوا هديه للانثى، يعني حقيبه حلوه مناسبه لبرج العقرب. نعم. طيب بالنسبه للرجال بقى في برج العقرب ما قلناش عليهم. الرجال ممكن كمان يعني نجيب له حاجات يعني فيها شيء من محفظة مثلا، محفظة طبعا محفظة ايد، يعني ممكن تكون يشيلها معاه كمان، يعني قريب للانثى، يعني انثى العقرب تقريبا. يعني بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور رئيف رائف خبير الابراج، وهابي فالنتاينز داي.